استاذ احمد شفناك، ارجع ارجع. اهلا استاذ عبد العظيم ومدام اعتماد، عندنا ايه النور ده وليه الزياره المفاجاه دي؟ عشان بنخبط على باب شقتك وحضرتك بتتسحب وتبص من العين السحريه فتشوفنا فتعمل نفسك مش موجود. قلنا ناخد بعضنا ونجيلك مكان شغلك بقى. ايه ده وانتوا اللي بتخبطوا؟ شكلكم في العين السحريه مختلف خالص، عاملين كده بس سحريه بقى. يا مسيو احمد للمره المليون، سقف حمامنا باش وباظ وبينشع. لا لا يا فندم، حضرتك فهمتي غلط، انا مش سباك، انا عامل دور سوبر ماريو. استاذ احمد لو سمحت تعمل سوبر ماريو سوبر ماركت. عجبك؟ فظيعه. دي مش مشكلتنا خالص، حضرتك لازم تصلح ارضيه حمامك. سوبر ماريو سوبر ماريو. ايه ظريف تعمل كوميديا جاي تهزر هنا يا اخي؟ عيب على سقف حمامك اللي اوعى تقول افيهات، اوعى، عيب. بص يا بيه، انا ارضيتي سليمه، اصلح ارضيتي ليه؟ عشان حضرتك بتنقط وبتنشع. انا بنق فين اللي بي؟ ارضيتك ارضيتك. بص يا استاذ، حضرتك عايز تصلح صلح سقفك. ما هو عشان نصلح سقفنا لازم تصلح ارضيتك. ما طب انا اصلح ارضيتي ليه؟ اشمعنى انا؟ ما العماره مليانه سكان، ما يمكن استاذ عاطف اللي في السابع مثلا يحب يصلح ارضيته، روحوا له. يا استاذ احمد ركز معانا، حضرتك ساكن في الدور اللي فوقنا على طول. يعني يا فندم معلش، يعني ينفع انا اخبط على باب بيتك اقول لك اصلح الفيديو بتاعك؟ ليه انا مالي؟ انت بقى عاوز تصلح لي ارضيتي، ده موضوع تاني. عاوز تدهن لي الطرقه، اهلا وسهلا. عايز تركب لي لمط في الصاله، يا سيدي تنورنا. يا مسيو احمد، احنا لحد دلوقتي بنتعامل بهدوء، المثل بيقول الجيران لبعضها والنبي وصى على سبع جار، وانا مش عايز المواضيع تكبر وتوصل لحماده. حماده؟ اه يا حما، يا ده تهديد ده، يعني المفروض اخاف انا كده توصل لحماد؟ لا يا اخويا لا، والنبي وصلها لحماد. اه وصل، ولا اقول لك بلاش؟ لا ما تزعجهوش، خلي حماده يلعب، ما جبتوش معاك ليه؟ طب ما تزعلش من اللي هيحصل بقى. لا يا بيه، انا ما بزعلش، اعملوا اللي انتوا عايزينه، تعملوا محضر ترفعوا قضيه، انا عايزكم تجيبوا سقفكم. لا وبالمناسبه لما تجيبوا سقفكم ابقوا صلحوه، ماشي؟ لا احنا عندنا الاسهل من ده كله. تمام، انت كده اشتغلت معانا 26 حلقة غير مشهد ماريو بتاع النهاردة، تمام كده؟ تمام والله العظيم. استاذ محمد انا بشوفك بفرح، اكتر واحد بحبه في البلاتو كله، القبض والدلع والمنجهة. حبيبي استاذ طهيمة. وماله استاذ خالد؟ ربنا يوسع عليه. استاذة هالة؟ ربنا يغني الكل. الظرف بتاعنا؟ دلع نفسك. امين. دماغك كده. أيه. واحد اثنين ثلاثة، ستة جنيه بحالهم اهو، تروح بقى تسافر دهب تقعد اسبوع تراكلس وترجع بقى نستعد للموسم الجديد. ايه 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 يا باشمهندس، ايه ده حضرتك؟ ايه ده؟ اجري ستة جنيه؟ ليه انا اشتغلت في مسرحية في الثلاثينات؟ اه لا انا ما قلتلكش، مش بقيت اجرك راح لمدام اعتماد والاستاذ عبد العظيم، تكاليف تصليح الشقة والارضية. تمام قوي يا حمادة، متشكرين قوي. مستنياك انت وماما عند طنط احلام، ما تتاخروش، عامله لك الكريم كراميل اللي انت بتحبه. ماشي يا حمادة. تسلم ايدك يا بنت خالتي يا غالية، يلا بقى اشوفك بالليل. سلام يا حمادة، بالتوفيق. سلام. استاذ عبد العظيم حبيب قلبي، انت عارف احنا جيران من زمان والجيران لبعضيها والنبي وصى على سبع جار. بص اقول لك على حاجه، ما تيجي نقسم البلد بالنص، انا حته من الارض انت حته من السقف، نعملها كده سوا. انا مش قادر اتقبل، مش قادر بجد. طب اقول لحضرتك على حاجه، انا هنزل لك الزباله كل يوم. طب بص هلمع لك البريبريز. طب اقول لك على حاجه، الافيه بتاع سوبر ماريو سوبر ماركت كان جاحد، قولوا كده. لا انا دمي واقف. والله هتقولوا ده عسل، ده انا هموت من الضحك. قولوا بجد. هقع من طولي. قول سوبر ماريو سوبر ماركت. ايه رايك بجد؟ ايه رايك يا مين بجد؟ والله مش قادر. بص يا فندم، اتفضل الستة جنيه بتوعك اهم، متشكرين قوي قوي، يحرق الاجر على السقف على الشغلانه كلها. طب يا مريم يا دم يا باي. الواحد ما بيرتاحش غير في بيته، بس بصراحه بيوتنا فيها شويه عجايب كده عنب.
أنا النهاردة جاي أكلمك عن عجائب البيت المصري. زي إيه؟ زي التشابه ما بين البيت المصري وبيت الأشباح. في جملة شهيرة كده في كل البيوت المصرية من غير استثناء بتاعت أنا كنت حاططها هنا بإيدي بقى راحت فين بقى اختفت يعني؟ يعني الأرض انشقت وبلعتها؟ عفريت أخدها يعني؟ الجملة دي بتاعتنا إحنا بس بعون الله. اسمعيهاش في أي بيت في العالم. عمرك سمعتها بالفرنساوي؟ مستحيل هيترجم إزاي انشقت وبلعتها دي؟ مفيش. زي مثلا يا ابني أنا بنادي عليك بقالي ساعة لما صوتي اتنبح، ما تردش عليا ليه؟ وأنا قاعد في الأوضة اللي جنبها صاحي ومركز ومش مشغل مزيكا وبكامل قوايا العقلية، ما سمعتش حاجة، يبقى بسم الله الحفيظ. ساعات بقى بتتطور وتقول لي ما سمعتنيش وأنا بسقف لك؟ لا أنا سامعك بتسقف يا ماما بس فاكرك مبسوطة مثلا شوية بترقصوا جوه في جو لذيذ احتفال أي حاجة، يعني أنا مش فاهم إيه سقفت لك دي مش فاهم هو أنا أهواجي؟ بس برضه البيت المصري فيه شوية عجايب بنت حلال لذيذة، يعني تلاقي بيت مكون من أب وأم وثلاث ولاد مثلا، مرتب الأم على الأب على الحوافز على البدلات على كله 3000 جنيه، الولد الكبير في جامعة خاصة، البنت مخطوبة وبتتجهز وخطيبها وعيلتهم راشقين في البيت كل يوم ولازم ياكلوا مكرونة بشاميل وبوفتيك في كل مرة، الولد الصغير في ثانوية عامة وبياخد دروس في كل المواد، بيتمرن كمال الأجسام وبيروح يوميا الجيم بيستهلك بروتينات كتير، وجدتهم عايشة معاهم ونفسها في المانجا الفص يا عيني قبل ما تموت، والدنيا ماشية، 3000 جنيه وفلة، ماشية ازاي بقى؟ محدش عارف. عجائب البيت المصري. من الظواهر الخارقة في البيت المصري برضو البتاع. ايه البتاع ده؟ انا هموت واعرف. البتاع ده هو شيء مبهم غير مميز باي شكل من الاشكال لكنه مفهوم ضمنيا ما بين افراد الاسره جوه البيت الواحد. ده تعريف البتاع. يا شريف هات لي البتاع بتاع البتاع المدوره اللي اسمها ايه دي اللي جبتها امبارح من الراجل اللي بيبيع البتاع اللي بالجمله ده. بص هتلاقيني حطاه في البتاع الازاز اللي فوق البتاع اللي بتتفتح بتاع حديد جنب البتاع القديم. لا يا بابا ده بتاع الجيران ده مالكش دعوه بيه. تلاقي الولد راح في ثانيه وجابه ورجع عادي جدا معاه البتاع من غير اي سؤال فهم. طبعا من اشهر أقدم الظواهر في البيت المصري ظاهرة اختفاء فرد الشرابات لدرجة أن العلماء بدأوا يحطوا كاميرات مراقبة في الحمامات والبلكونات والغرف المقفولة علشان يدوروا ويشوفوا الشرابات بتروح فين، يعرفوا مكان الخرم اللي الشرابات بتتشفط فيه، الثقب الأسود اللي بيبلع الشرابات ده. طبعا في مشاكل كتير بتترتب على موضوع ضياع الشرابات ده، يعني بيحصل انعدام ثقة أيوة ما بين أفراد الأسرة والله، يعني تلاقي بتقول له مثلا وديتي فرد شراباتي فين يا منال؟ قلعت فردة الشراب فين يا حسين؟ أنت خلاص بقى التخوين ورمي التهم ونطعن في شرف بعد كده ده اسهل حاجه، مفروض حضرتك الشرابات بعد كده تتباع تلات فرد. ده اقتراحي علشان الطبيعي ان في فرده بتختفي للابد بعد اول غسله، دي دوره حياتها قدرها كده، واتنين بيعيشوا مع بعض خلاص اعملوهم ثلاثه اعملوهم صح بقى. برضو من عجائب البيت المصري منطقه تحت السرير، ده عالم قائم بذاته حياه تانية خالص، يعني جربي كده حضرتك حاجه تقع منك تحت السرير انزلي هاتيها وهتشوفي عالم موازي. العربيه بريموت كنترول اللي ضاعت منك وانت عندك 4 سنين في الكويت، جاز ماستر زات رغم انك مالكيش في الكوره بس كان عندك واحده، بندقيه رش ورش وبنبنايه بقفلتها نوعها ملوكي او العبد ايام ما كنا بنصنع بنبوني محلي، الكره اللي شطيها وضاعت منك وانت في راس صدر، خالك اللي اتقطعت اخباره من العراق، عربيه عمك اللي اتسرقت في الثمانينات. تحس كده ان دي فجوه زمنيه واتفتحت. انا واحد صاحبي وقع منه حاجه تحت السرير بعت ابنه يجيبها له، الولد ما رجعش وكانت ماساه. ايه ده؟ طب وايه اللي حصل لصاحبه؟ لا هو خلف تاني عادي بس سد بقى تحت السرير دي باسمنت عشان لقى عددهم بيقل، فاهمه؟ في البيت كل يوم في حد مش موجود تحت السرير بيتخن، يعني الحمد لله بقوا كويسين دلوقتي. عندنا كمان من ظواهر البيت المصري ملف مهم جدا وحساس اللي هو ملف الحاجات البيتي، زي المربى البيتي، العصير البيتي، الكنتاكي البيتي، الكشري البيتي، البسبوسه البيتي المشهوره دي طبعا. الحاجات دي بتبقى منتجات فيها ملمح من ملامح المنتج الاصلي، ملمح باهت كده بعيد، بس الستات بيبقوا شايفينه انه هو بالظبط وبيتفوق على المنتج الاصلي في حاجات كتير جدا. يعني المربى البيتي ده حضرتك بتبقى ايه؟ بتبقى جيلي بالفاكهه بس تقيل سيكا. الكنتاكي البيتي دي فراخ مسلوقه محمره ملزوق فيها فتافيت عيش بايت ومداس عليه كده ومحطوطه في زيت كان مقلي فيه بتنجان قبل كده. الكشري البيتي ده طبعا اساسه بيبقى كميات مختلفه من بواقي الرز بتاع الحلل بتاع الشهر اللي فات كله، يتزنجف كده بشويه مكرونه مشكله شويه عدس وصلصه وتعشت. البسبوسه البيتي بقى دي كيكه اسفنجيه عاديه خالص بس السفنجه شاربه شويه شربات زياده بس كده. كل التأييف ده واعاده التدوير بيسمي زورا وبهتانا بالحاجات البيتي، وبيدفعوا فلوس كتير ويتعبوا جدا عشان يعملوا مثلا كحك، بتلاقي البيت مقلوب وبودره ودقيق في كل وسكر ومش فاهم ليه، وانا لازم اكل طبعا الكحك البيتي ده وهيص بقى واترقص من إعجاب. انا عايز حاجات عاديه، عاوز كحك عادي، وما تتعبيش نفسك يا ماما بالمنظر ده ارتاحي. في ظاهره عجيبه جدا بقى، ظاهره تنظيف البيت المصري تنظيفه تمام التمام. امتى؟ قبل السفر مباشره، ننتع البيت نتعه مفتخره نقفله ونسافر نرجع نلاقيه مليان تراب عادي جدا، فننظفه تاني من الاول وجديد نفس التنظيفه بالملي وبمنتهى الهمه والنشاط والسعاده.
من الظواهر الغريبة جدا برضو عندنا في بيوتنا فكرة تقفيل البلكونات، مش عارف ليه احنا بنتضايق قوي من اي بلكونة، وجودها في البيت بيوترنا وما نرضاش نسيبها في حالها ابدا. تلاقي البلكونة متر في متر ونص، حاجة صغنونة كده، ونحكم راينا لا ندخلها في البيت. نوسع على نفسينا، نوسع ايه يا ابني؟ مفيش، ما نهداش الا لما نعمل كده يعني. خلاص الدنيا كده ظبطت جوه، النص متر اللي كان فيه متنفس ده هو اللي كبر القعدة، يعني في شخص كمان هينفع يقعد معانا، بني ادم واحد نص بني ادم، ما كان قاعد معانا هو في البلكونة عادي، ايه المشكلة؟ ليه المصاريف بقى دي؟ وليه فرق مش عظيم قوي يعني؟ من الظواهر بقى الخارجيه للبيت المصري هو ان وانت قاعده في البيت تسمعي الباعه الجائلين، اغرب حاجه فيهم هو اصرارهم على الغموض. انا بفهمش منهم حاجه، نداءات غريبه جدا، في شفره، فاهم ايه السر في كده يعني؟ انت حضرتك سارح بشويه بصل في الشمس وتعبان طول النهار، يعني سهل مأمورياتك، عرفني انت بتقول ايه، وضح انت معاك ايه البضاعه عشان تخلص وتبيع. يعني ايه دي يا تيني يا لتي؟ بس يا ايه اللغه دي؟ قول لي. بعدين تلاقي ماما تقول بص شوف بيبيع ايه، مامتي مش عايزه حاجه. لا لا نعرف نعرف باحتياطي، بص بيبيع ايه، ما هي مش عارفه وانا مش عارف، بص احتياطي وما بنجيبش حاجه. لا انا مش فاهم بقى، مش يبقى حاجات بتختفي وبلكونات متقفله وبسبوسه بيتي جوه وانا بره وايه البيت ده؟ عجائب البيت المصري. كده بقى وفوق لي عشان تنزل لي الستاير دي. ماما ستاير ايه بس اللي على الريق دي؟ وبعدين انت مش كفايه مصحياني يعني بحركه الساحر وتشد اللحاف من تحت وفاكراني مش هقع؟ ديفيد كوبرفيلد حضرتك يا اخويا على القلش اللي على الصبح، انت هتضيعني النهار يا ولا؟ قوم يلا نزل الستاير، وبالمره اقلع البيجامه دي وارميها لي في الغسيل. ما تقوم يا ولا. طب انا هشرب بس كوبايه شاي. كوبايه شاي؟ مفيش شاي، انا مفضيه العيله كلها ونقعاها. ممكن تعمل لك شويه شيح بابونج في باكيتات في المطبخ، وبعدين اعملها في كوبايه ازاز عشان انا نقع المجات كلها في كلوب. شيح بابونج ايه بس يا ماما على الصبح؟ هو يوم التنظيف ده شامل تنظيف معده ليا انا كمان ولا ايه؟ طب ممكن اغسل سناني ولا انت بتغسلي انبوبه المعجون من جوه؟ امضمض بقي بشويه كلور؟ لا اوعى تخش الحمام، انا دلقت عليه ميه نار. بس دي جريمه، ميه نار ليه؟ عشان قاذف. هو عمل لك ايه بالظبط؟ ما عملش، والظاهر بقى ان انا اللي هعمل النهارده في نهارك اللي مش فايد ده. قوم يا ولا نزل الستاير يا ولا. فين السلم؟ يا ولا بالراحه، فك الكرسي واحده واحده هتوقع البلتكانه. يا ماما انت خايفه على البلتكانه ومش خايفه عليا انا؟ انت بتحبي البلتكانه اكتر من ابنك؟ بعدين ايه البلتكانه دي؟ اللي عليها البرقع يا خفيف، اللي انت عمال تشد فيها دي هتقع. دي مستحيل تقع. طب ايه رايك بقى لو طلعت ووقعتها لك يا خفيف؟ يعني هو اي اكليشيهات وخلاص؟ انت بتصغري مخك في حاجات غريبه قوي يا ماما. طب يلا يلا بالراحه بالراحه. حاضر حاضر دي. خد الفرنشه خد الفرنشه بالراحه على البلتكانه يا ولد. امسك الفرنشه دي فك كلبس واحده واحده. ماما بقول لك ايه، اعتبر البلتكانه دي زي بنتي، انا هدلعها لك خالص. طيب ماشي بالراحه. بس فرنشه جميله، فرنشه جميله، انت كلبسه بيضة. يا ولد بالراحه على الستاره. انت لسه هتريح؟ يلا لف لي السجاجيد دي واركنهم على جنب. ليه مالهم؟ معهمش رخص؟ يخف دمك يا اخوي. لا هوديهم الدراي كلين، معانا لو معايا راجل كان حطهم في الحمام ومرشهم. لا الحمد لله ان مفيش راجل. يلا يا ولا لم. حاضر. ما تجرش يا ولا هيتلخلخ. الترابيزه، الفاز، الكرسي هيقع. الكرسي وقع، الله يخرب بيتك. الكرسي، الفازه. لا 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 ما تفعكش هاش، حط الخط على الخط كده. شاطر. فاضي الكرسي، ما تجرش الموبيليا، ما تتجرش. اهينا هات اهينا. لا مجهورة لا مجهورة، لفها عدل عشان ما تدفعكش. لفها عدل، الخط على الخط. ايوه ايوه شاطر. يا ابني الموبيليا ما تتجرش، حاول كم مرة. شيل جدع، هاتهم لي بقى هنا على الصف. ايه ده؟ حطهم على السفره وبطل غلبه. One, two, three, one, two, three.
الرجالة. يلا بقى عشان تغسل معايا الحيطان. حيطان؟ حيطان ايه يا ماما؟ مفيش حد بيغسل الحيطان ابدا. بقول لك ايه؟ بص انا ممكن امسح لك شويه البقع دي بفوتوشوب وخلاص. ايه؟ يعني انت مش هتغسل الحيطان معايا؟ لا انا مش هغسل الحيطان مع اي حد. انا مش عارفه شبشب بينقح عليا ليه؟ انت عاوز ايه يا شبشب؟ والله يا زمن بالراحه، مش عايزين نشيل البوي. حطيت في الميه كلور؟ طيب. لا لا ادعك، الحته دي فيها بقع اهي. تحب ايه بقى دلوقتي؟ افك لك البلاط ونعزل الحيطان واعمل لك فتحه سقف كده عشان الشمس تدخل تنشف الدنيا وتروقها يعني، ولا اعمل ايه انا؟ ده برضو يا حبيبي تخدني عليك. معلش معلش، قوم بقى رجع لي كل حاجه مكانها، وبكره من بدري نبدا تنظيف. اوكي تشاو. المثل الشعبي بيقول لك ايه من زمان؟ بيقول لك نظف بيتك ورشه ما تعرف مين يخشه. شفت دافع تنظيف البيوت وترويقها عندنا من قديم الازل ايه؟ ان ما حدش يطب عليك فجاه ويقول عليك زباله، بس كده، يعني مش عشان البيت يبقى نظيف فعلا لا سمح الله خالص، دي كلها شكليات. علشان كده تلاقي ان تجهيزات البيوت بتختلف حسب نوع الزياره وشكلها، او حسب الظرف بشكل عام. ازاي؟ الزيارات الرسميه، زي زيارات النسايب، عزومه مديرك في الشغل، فاهم؟ دي بتبقى تجهيزات عامله ازاي؟ بالظبط زي تجهيزات الشوارع للزيارات الرسميه. بيعملوا ايه؟ على ما اعتقد كده تقريبا بينظفوا الشوارع وبيبعتوا عربيه الرش والجو ده. لا طبعا، هم اذكى من كده بكتير. ينظفوا ايه يا ابني؟ هم بيحفلطوا خط سير الزياره بس. يسفلتوا الشارع اللي هيمر فيه الموكب، يحطوا ورد وزرع مؤقت على الجنبين، يخبوا الزباله في الشوارع الجانبيه وتعشت، مش كده؟ الزيارات المنزليه الرسميه بالظبط نفس الفكره. احنا هدفنا هنا مش اننا ننظف خالص. امال بيعملوا ايه؟ احنا هدفنا المباشر اننا نبين البيت كانه متنظف. ازاي؟ اقول لك، التارجت بتاعنا هنا هو الليفنج. هي دي المنطقه اللي بتاخد مجهود، عشان دي اللي بيبقى فيها هدوم، بواقي اكل ومناديل مستعمله، ازايز فاضيه، دراعات بلاي ستيشن، بيومي فؤاد، كتب، مجلات، لعب اطفال، كلاب، اهداف كاس العالم 90، الحاجات دي كلها. ارمي بقى كل الكراكيب في الاوض، ما تنشرش الغسيل اللي مش نظيف، كومه كله، خبيه في الغساله او في البانيو، وحط صابونه جديده. تقلقش، هنشيلها وهنرجع البروه بعد ما يمشوا اللي احنا شغالين بيها اساسا. نغير الفوطه، خضر العيال وكممهم ونيمهم واقفل الابواب. طبعا اوضه الكراكيب بنجيب اذن من النيابه وبنشمعها بالشمع الاحمر. ليه كده؟ علشان كراكيب دي هتاكلنا، ده وحش جوه. خلاص بره بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الاتي: هنكنس السجاجيد ونلمع الارض اللي حوالين السجاده، فاهم؟ سواء كان باركيه، سيراميك، بلاط، اي حاجه يتظبط كويس. اما اللي تحت السجاد وتحت الكنب والكراسي وبين الشلت ده مش مهم اطلاقا. لا ما تضيعش وقتك في الحته دي. هنلمع الموبيليا اللي موجوده في النطاق ده بس، اللي تكون في مستوى النظر، فوق قوي لا، تحت قوي اوعى. هنشيل البيضات من على العفش وننفض تنفيضه خفيفه من على الوش كده، مفيش اي داعي للتنفيض العميق اطلاقا. بالعكس بقى، على فكره ده يفتح عليك باب جهنم، مش هتلاحق على المفاجات اللي هتطلع لك. خليك سطحي، ليك خفيف، ها، على الوش كده. المفارش، المفارش مهمة جدا في نوع الزيارات ده. ارمي مفرش على أي حاجة عندك شكلها مش قد كده، أي حد شكله مش عاجبك في البيت قبل ما الضيوف يجي ارمي عليه مفرش. المفرش ده زي السحر. هنهتم جدا بالإضاءات في الزيارات اللي من النوع ده، الإضاءات الجانبية الرومانسية الخافتة. انسى بقى النجف والإضاءة المباشرة والفضايح دي، ها، أباجورات جانبية بلمبات 50 واط كتير، دي ممتازة تخبي عيوب الدهانات بتاعت الحيطه، بقع العفش، خروم الستاير، عيوب البشره والتجاعيد، علامات تقدم السن، الهالات السوداء، فاهم؟ كل ده بيتدارى. طبعا بالنسبه لتجهيز البيت للزيارات الرسميه، الكلام اللي فات ده بقى ما يمشيش خالص مع زيارات التفتيش. زيارات الايه؟ التفتيش. طبعا زيارات التفتيش دي الستات عارفاها كويس، حماتها، اخوات جوزها، ضرتها، مرات صاحب جوزها، السكانر الشريره بتاعت انت تخنتي قوي ولون شعرك مش لايق عليكي، مناخيرك موضتها بطلت، انت عندك حاجب اسود وحاجب بني ولا ايه؟ وريني كده، ارفعي الحاجب، اعملي كده، ها، اللي واقفه لها على الواحده دي. بص يا معلم، الزيارات دي تنفض لها تنفيضه تمام، تنفض لها خالص، نفض. يعني ننفض لها خالص، يعني ما نفتح لهمش الباب، ما ندخلهمش اصلا. لا لا يا ابني لا، ما تفهمش غلط. امال بننفض لها البيت بجد حرفيا.
من بدري فاهم؟ مش نحلق يعني، لا يعني بننفض ونمسح ونسيق ونقشط ونعطر ونلمع ونسفلت والجو كله ونحلق كمان يعني، لو ينفع تحلق قبلها ست ولا راجل احتياط كله يعني كله يحلق يتنفض مع بعض مع السجاد وانت معدي بنفس المكنة نحلق بجد. ده تفتيش يا ابني مش هزار، كل عيش كل عيش. في زيارة بتكون ليها بقى استعدادات خاصة جدا اللي هي زيارة العريس، دي مش زيارة تنفيض، لا دي جراحة تجميل شاملة. نعمل ايه بقى؟ بنغير الديكورات، نعيد هندسة البيت داخليا ونركب كهارب جوه وبره، نقشط الارض وندهن الحيطان سبونج، ننجد الصالون ونغير اللمبات الموفرة البيضة دي علشان الفضايح، ونطلع بقى الفنان التشكيلي اللي جوانا بقى. فجأة كده بيظهر عندنا اهتمام قديم بالفن وبالحركة الفنية، نبتدي نشتري لوحات انتيكات، تماثيل برونز، نوافير رخام، اثار فرعوني وروماني، بنحول البيت لمتحف محمود خليل. الكلام ده لحد امتى يا معلم؟ امتى؟ لحد كتب الكتاب. كتبنا الكتاب اكيد اتكتب، تراجع عليه، تبص على الاختام، على الورق، على كل حاجه. يلا حبيبي رجع لي الحاجات دي كلها على المخزن، هات الرهن، وقبل العريس اللي جاي تبلغني قبلها باسبوع كل حاجه ترجع لك تاني. خلصت. في بقى كمان تجهيزات البيت للزيارات اللي فيها عيال بعد ما العرسان يخلفوا، والجو ده طبعا دي ليها تجهيزات خاصه جدا. مبدئيا كده في عيال جايه، فالبيت كله بيترفع 50 سنتي من على الارض تحسبا لاي مفاجآت، اتحط على رف كده. ده اول اجراء. تاني حاجه بقى في التجهيزات انك بتلاحظ ان البيت بقى ووتر بروف فجاه. معلومه، اول لما تشوف السراير اتفرش عليها مشمع، والكنبه بتلف ببلاستيك، السجاده تكيس بكياس زباله، والنيش تكيس بالبابلز اللي بيفرقع ده، عارفه؟ عارفه. الشريط الاصفر بتاع الجرايم بتاع القتل ده اتنصب في كل حته داير ما يدور الريسبشن كده، افهم ان البيت دخل له عيال. معلومه تانية، لما تفتح دولابك وتلاقي الكريستالات والتحف والفازات والانتيكات متكمرين بين القمصان والبيجامات، اعرف ان ده اجراء احترازي بيعلن عن وجود عيال صغيرين في البيت. ماما عملت كده، اتصرفت، دي ما بتجليش، وام خلاص بقوا هرشين الحركة دي. الضيوف بقوا هرشين الحكاية دي؟ لا، الفازات والتحف والانتيكات هرشين الحركة دي. تلاقي الفازة داخلة وسط الهدوم، سلام عليكم، هتلاقي الهدوم بيقولها عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه جاية في ايه المرة دي؟ مهند وآية برضو، الفازة تقول لها لا جمانة وعبد الرحمن، خدني جنبك. فاهم يعني؟ هم عارفين العيال، حفظوا بعض، بقى في ما بينهم علاقة جوه الدولاب، العيال بره زيارة زي الفل. كل الزيارات دي بقى كلها كوم، وتجهيزات الزيارة الكبيرة دي كوم تاني خالص. الزيارة الكبيرة العظمة كلها زيارة الفار. الزيارة دي بالتحديد هي الزيارة الوحيدة اللي بتوقف البيت كله على رجل، حرفيا بيقف على رجل فعلا، مش مبالغة مني. بص بقى، في فار في البيت، يعني كل أفراد البيت لابسين شتوي سواء كنا في الصيف أو في الشتاء، جزم بوت ومدخلين البناطيل جوه، قاعدين مربعين رجليهم على الكنب والكراسي وماسكين سلاح. غير بقى الفخاخ والمصايد اللي مرشقه في كل حته في البيت، واللي بتفضل تتطور مع الوقت، يعني الاول يبقى ايه، في حته طماطم وحته جبنه لازقه جنبها ماشي، بعدين تلاقي حته لانشون وصاعق كهربائي، بعدين نص كفته وطبنجه، بعدين فخ ضاني وشيك على بياض، اي حاجه. واحده واحده البيت بيتحول لوحده عسكريه. طول اليوم تسمع اصوات شد اجزاء وصويت وصريخ وازاز بيتكسر ونجف بيقع ومرار طافح. احمد والنبي اقفل السيره دي، عشان انا بخاف اصلا، مش عايز اسمع الحكايه دي. لا يا ابني، انت الدنيا هنا تمام، ده بلاتو متامن، وانت في ايه يا ابني؟ ده بيت اخوك. ايه ده احمد؟ يا ماما احمد 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 يعني ايه مش عارفه اشوفه؟ انا بقالي شهر بحاول اقابله ومش عارفه. كرم مش موجود، لما يبقى يجي هبقى اخليه يجي لحضرتك. شايفين بتتدلع ازاي؟ شايفين؟ هو حضراتكم عايزين تشوفوا مين؟ كرم البواب؟ ايوه كرم. ايوه مش هتشوفوه. كرم البواب ما بيظهرش غير وقت ما هو بس يحب يظهر، وكمان ما بيظهرش غير للناس اللي هو بس عايز يظهر لهم. انا بستناه كل يوم قدام الجامع من بعد الفجر، وانا بستناه قدام الكنيسه، وانا بستناه كل يوم قدام المعبد واولاد رجب فرع فرع لحد ما شعري شاب. لكن يظهر يا جماعه انه كرم ده طلع اذكى مننا كلنا. في ناس بيقولوا لي انهم شافوا الشهر اللي فات في السويس مع الغريب. انا سمعت ان هو ظهر في العيد الكبير مره واحده وهوب اختفى. ده كان بس عشان يلم اللحمه. لعلمك بقى انا مش ماشيه من هنا لما اشوف يوم ما انا كرم مش موجود. لما يظهر هبقى ابلغه كل طلباتكم. يا جماعه انا عندي شغل بالليل، مستقبلي هيضيع، لازم اخد موافقه عم كرم لان ده شرط ماما الوحيد. انا دلوقتي عايز افهم حاجه، هو مين اللي بيشتغل عند مين؟ والله ما عارفين. يا جماعه كرم ده بيشتغل بواب في العماره دي، واحنا هنا سكان العماره. عندك حق. يعني المفروض يعرف طلباتنا ويسمعها كويس وينفذها لنا على طول. صح. مش كده ولا ايه يا جماعه؟ كلامك صح. احنا عايزين كرم. ايوه عايزين كرم. نادي كرم. هقولنا كرم. نادي كرم.
في يا جماعه؟ متجمعين ليه؟ خير ان شاء الله. طمعانين في كرمك يا كرم. اقصد يا كرم بيه، وكنا عايزين شويه طلبات صغيره يعني تجيبها لنا كبواب. لا يعني ايه الطلبات دي؟ ما ينفعش تتاجل شويه يا استاذ توفيق، ما انت عارف ان ده ميعاد نومي. ايوه بس حضرتك احنا ما بنشوفكش خالص وما صدقنا نقابلك يعني. ما انتوا كلكم ليكوا طلبات يا استاذه هدى، طلبات طلبات، وكل واحد فيكم فاكر ان انا البواب بتاعه لوحده. وانا اروح برضه لا مؤاخذه مانيش مايكروويف يعني. انا كان عندي نايت شيفت. لا معلش يا نسا، ما اقدرش اطلع لك النايت شيفت ده، انا ظهري تعبني وانت ساكنه في التاسع. يا عم كرم، نايت شيفت ده يعني شغل مسائي، وانا بقى عايزه موافقه حضرتك علشان خاطر ماما دايما تقول لي ما تتاخريش بالليل علشان خاطر البواب ومراته يقول عليك ايه. والله مش عارف لسه هنقول عليك ايه، ممكن لما تروح النايت شيفت ابقى اجتمع انا والمدام ونقعد نشوف هنقول عليك ايه ان شاء الله. طب بص يا عم كرم، انا كان عندي كده طلب صغير قوي يعني، انا كنت عايزه حضرتك يعني تفهم ان ده شغل وما تتكلمش عليا زي ما هو بتقولي. ما ينفعش يا استاذ. ليه؟ امال الوقت فراغي ده اقضيه في ايه؟ حرام عليكم، انا بزهق من القعده واللعب في الموبايل التاتش طول النهار. وانا روح برضه يا اخوانا واحب التاتش. هو انت مش لسه قايل ما عنديش وقت فراغ وما عنديش وقت اجيب لكم الطلبات؟ ده وقت يا استاذه انظمه زي ما انا عايز، ولما بجيب طلبات دي بتبقى منحه هبه. هو انت مش ليك شهريه وبتاخدها في ميعادك مظبوط؟ الشهريه دي حق القانوني مقابل الحمايه الونس حسي في البيت. انت ازاي يا استاذ تمنع حد جاي لي انه يطلع لي؟ واحد راجل قاعد في شقه لوحده وطلع له واحده ست، اقعد انا اعمل ايه؟ انا قاعد كده اديتي. انا مالي كده؟ مش ست دي مسنه عندها 93 سنه. 93 بقى 82 ماليش فيه، انا روح لمؤاخذه مانيش كالكليتر يعني. بس بقى كفايه كفايه، انا تعبت منك، انت مش هينفع تتحكم فينا اكتر من كده. يا جماعه حكم كرم البواب باطل باطل. مشوني بقى زي ما انتوا عايزين يا حبايبي، مشوا. انا امشي، انا امشي حالا، وشوف هتعرفوا تجيبوا بواب غير ازاي. على الاقل انا عارفكم وعارفني. امشي بقى. لا امشي امشي. استنوا بس يا جماعه، يعني احنا عايزين برضو يعني يا كرم بيه نوصل لحل وسط، وانت في الاول وفي الاخر الاسم بواب، يعني شغلتك تقعد جنب باب العماره، ولو حد عايز حاجه من يعني اي طلبات مفروض يطلبها منك. اكتبوا طلباتكم في تقرير وارفعوا لوجي مراتي، لوجي لم منهم الطلبات ولميها باهتمام معدوم. حاضر يا سكر. بقرف كده. ما احنا كل مره بنطلب منك الطلبات بنبعتها لك ونسمع حاضر وطيب، وفي الاخر بتختفي. موهبه يا اخي عندي، ربنا رزقني موهبه ان انا بعرف اختفي. ما استغلش موهبتي؟ ما سوبر مان بيطير، حد قال له ما يطيرش؟ اختفي يا اخي. بعدين انا اروح برضه لمؤاخذه والروح تحب تختفي. طيب والطلبات اللي احنا طالبينها منك يا استاذ كرم؟ هوبا هوبا كده راح اختفى. حلوني بقى لغايه لما نشوفه المره اللي جايه. يلا احسن. على العموم هو ملوش في الطيب نصيب، انا كنت جايبه له الشهريه بتاعته وهي. هوبا. علشان ما نعطلش بعض، انا عارف ان انتوا عايزين تعرفوا سر الاجتماع الطارئ ده. الموضوع ببساطة ان احنا جالنا ساكن جديد، بس واضح ان هو خام خالص، بدليل ان هو من اول يوم ليه في العمارة غلط. يا رمضان نادي على المتهم، قصدي على الساكن الجديد. الباشمهندس خالد رأفت. أفندم أولا منور البرج بتاعنا يا باشمهندس، ثانيا رمضان البواب قال إن أنت ليك شوية طلبات. لا والله يا فندم، يعني هي ولا شوية طلبات ولا حاجة، يعني هو الموضوع بسيط، أنا كل طلبته مفتاح السطح. أنت كنت ساكن فين يا أستاذ خالد قبل كده؟ أنا كنت ساكن في حدائق المعادي. لا عادي، بس شغلي قرب فقلت اقرب فجيت العماره الجميله بتاعتكم دي. كومباوند، كنت في كومباوند وكده.
حضرتك بقى علموك في الكومباوند اللي انت جاي منه ان الناس بترتع في العماير كده من غير حسيب ولا رقيب. لا متهالي حضرتك مكبر الموضوع شوية. يبقى خليه حسيب من غير رقيب. لا مش عالكلمة، انا اقصد ان حضرتك مكبر الموضوع شوية. انا كل اللي طلبته مفتاح السطح عشان اطلع اصلح الدش. فقلت رمضان يجيبولي من اي حد. من اي حد؟ اطلع عليه. واتطلع عليه. شوف يا ابني، مفتاح السطح نسخة واحدة في علبة مخملية في شقة رئيس مجلس الإدارة، وبتتفتح ببصمة مشط رجلي. مش أي حد وتطلع عليه. ناقص كمان تقولي إنك أنت عايز مفتاح الأسانسير. والله لو إني مش لاقي مبرر إن الأسانسير يكون له مفتاح أصلاً، بس أنا فعلاً كنت هطلب مفتاح الأسانسير. آسف، الاسانسير ده ما بنديش مفتاحه لاي حد عشان يفضل طالع نازل فيه. يا فندم انا ساكن في العماره، وبعدين الاسانسير ده شغلته ان هو يفضل يطلع وينزل. وبعدين انت ليه محسسني انه لعبه الصاروخ واني هسيب شغلي واللي ورايا واللي قدامي وافضل طالع ونازل عليه يا فندم؟ ما انا قلت اسف يا باشمهندس، الاسانسير استخدامه بيبوظه وانا اللي بتسحل في الصيانه. ازاي يا فندم اذا كان انا شفت حضرتك بعيني وانت راكبه؟ لان انا رئيس مجلس اداره العماره وليا امتيازات عن اي حد. انا باذن واصلي بالناس في الزاويه اللي تحت، واركن في اي حته قدام العماره، واسيب الكلب بتاعي على السطح، وابعت البواب يجيب سجاير وهزقه لما يجيب طلبات لحد تاني من السكان. فهمت؟ طب وهي السكان ساكته ليه على المونولوج ده؟ انت مزقوق علينا من عماره تانيه وجاي بقى علشان تعمل وقيعه يا باشمهندس. رمضان، السكان كلهم موجودين ولا راجع؟ تمام يا فندم، كله 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 موجود. طيب يبقى اراجع. الاستاذ عاطف اللي في الدور الارضي. استاذ الدسوقي انا جنب حضرتك. ازيك يا عاطف؟ اهلا يا استاذ عاطف. انت عليك شهرين تاخير في فلوس الصيانه، علل حضرتك يا استاذ الدسوقي. انا كل شهر بدفع فلوس الصيانه، ما بشوفش اي تطور في العماره، ما بشوفش اي حاجه جديده. حضرتك السلالم مكسره على سبيل المثال، يعني اللومات كلها مدشدشه بتاعه العماره، ده غير حضرتك الزباله مغرقه السلم، القطط بتاعت حضرتك مبهدله السلالم. يعني ادفع ليه؟ ادفع ليه حضرتك؟ هتدفع يا عاطف عشان ما احطش اسمك واسم مراتك في ورقه اللي مش دافعين في مدخل السلم، علشان ما تبقاش مسخه للي رايح واللي جاي. هتدفع. تحت امرك. هدفع يا أستاذ الدسوقي. شاطر يا عاطف، أنا بحبك يا عاطف. بكرهه. اللي بعده مدام سهى. بالحق، ابقى شيل الألموتال المزركش الجميل اللي انت حطه عندك ده، علشان وانا معدي ما بقتش عارف اسمعك انت ومراتك وانتوا بتتكلموا. ها؟ لا طب ما تحط حضرتك كاميرات المشاهدة تبقى امتع. عاطف، أنا بحبك يا عاطف. ها؟ بكرهك مدام سهى. حاضرة بكامل هيئتي. 100 مرة قلت في التنشير الفانيلات ورا والغيارات قدام، وتغيري مسحوق الغسيل بتاعك، بياضاتك مصفرة وعاملة سمعة مش كويسة وواجهة وحشة للعمارة. واعملي حسابك انت شايلة نص كهربة العمارة الشهر ده، ونص الغاز والمية لو حبيت. انت هتقوحي كمان مش علشان الماتور اللي انت مشغلاه عندك عمال يور 24 ساعة ده؟ مين اللي يدفع فلوسه ده، ماما؟ لا حضرتك، المية ما بتطلعليش في الأخير خالص. اللي بعده، الأستاذ محمود ومدام سكينة الله يرحمهم موجودين؟ موجودين. يا أستاذ محمود، أنا بلغني من رمضان إنك انت مش عايز تدفع الإيجار بقالك شهرين. خير يا شبح؟ احنا متنا. ف بقول لك احنا متنا، يعني ملناش وجود اساسا. ما هو يا روحي منك ليها، اللي بيعرف ان الشقه دي مسكونه بيخاف ياخدها. مين بقى اللي يشيل الليله دي؟ ها؟ الايجار هيدفع من الشهر ده باثر رجعي، وبتدفع معانا صيانه واسانسير وخزان ميه. ها؟ حاضر. وخزان، اصلي كنت هنسى الخزان. عايز احبك زي ما بحب عاطف بالمناسبه انا بحبك يا عاطف. بكرهك. قلت لي بحبك. بكرهك. نرجع بقى للساكن الجديد. انت بتشتغل ايه يا استاذ خالد؟
انا اي تي يا فندم. والايس تي ده بيعمل ايه بالظبط؟ ايس تي يا فندم انا اي تي يعني مهندس كمبيوتر، بصلح كمبيوترات، بوصل شبكات. جاسوسيه؟ جاسوسيه؟ انت طلعت ابيض خالص. لا يا فندم مش جاسوسيه، مش جاسوسيه يا فندم، انا بعمل شبكات نت، يعني ممكن هنا في العماره نوصل نت وكلنا ندفع الاشتراك سوا. يعني ممكن فعلا نوصل نت، دي حاجه جميله جدا. ده بيقول اقتراح. اقتراح هايل على فكره. بيقول فكره، بيقول فكره حلوه قوي 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 يا استاذ. يعني مش عنده اقتراح لذيذ. لا يا حبيبي، احنا هنا عماره محترمه، ولا نت ولا شت. احنا هنا العمارة بتاعتنا اسمها برج الصفا والمروة، مش البرج المايل. احترم نفسك، احنا هنا عندنا بنات، عيب. مفهوم يا باشمهندس؟ انا قاعد مستنيك من بدري. خير؟ خير. اصل النت عندي من الصبح مش عايز يلوج ان، فقلت اكلمك تصلحهولي. لما انا غيرت الباسورد عشان لقيت ناس بتخش على حاجات مش كويسة. معقولة؟ ده الكلام ده يجيب الفقر، واحنا عايزين ربنا يبارك لنا في عمارتنا. بص حضرتك، دخلي كلمة السر وانا هناقش الموضوع ده في الاجتماع اللي جاي. ابقى فكرني بقى في الاجتماع اللي جاي ده، ابقى اقول اسماء الناس اللي بتخش على الحاجات دي عشان مراتاتهم يعرفوا. ليه؟ يعني ربنا يسترهم واحنا نفضحهم. بقول لك، خد مفتاح الاسانسير عشان انت طالع، وخد مفتاح السطح كمان، وخد رمضان عشان لو احتجت اي حاجة. تسوقي، انا بحبك يا تسوقي. حتة طماطم وحتة جبنة لازم جنبها، ماشي؟ بعدين تلاقي حتة جبنة رومي ومصيادة، بعدين تلاقي حتة لانشون وحاجة بتقع. بعدين انا عندي فيه ولا لا؟ معلش. انت يا زين. معلش. ضربة جات لي من اقرب الناس. امسك الفرج. ماما بقول لك ايه؟ ماشي. طيب. انا دلقت عليه مية نار. مية نار؟ ليه؟ مش شايف اللي سلمناه. انا مش شايف مش عارف منافس كده. مش عارف قال لهم بقى يا باشمهندس، ايه الجمله اصلا؟ ايه طلبات؟ ايه الجمله؟ مش انت اللي ايه؟ ايه الكشري البيتي، البسبوسي البيتي طبعا المشهوره دي. البسبوسي البيتي يعني حاجات بتختفي وبلكونات متقفله وبسبوسي بسبوسي برضو. بسبوسي دي معانا بقى.